في المغرب يكتب التاريخ، قضية أفشة تضع الأهلي في مواجهة القرن أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية. يعني كعادته الأهلي نادي عظيم وكبير ومشرف لكل الكرة المصرية. اليوم كتب سطرا جديدا في كتاب تاريخه الرائع. هدف أفشة في الدقيقة 88 صعد بالأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية علشان يقابل نادي القرن في أفريقيا نظيره في أوروبا نادي ريال مدريد. الأهلي الآن لديه مدرب كبير اسمه مارسيل كولر، ولاعبين كانوا فقط محتاجين لمدرب يتعامل مع إمكانياتهم بشكل جيد. ومهما كانت النتيجة أمام ريال مدريد يكفي إننا حتى الأربعاء القادم هنتحدث عن نقاط قوة وضعف ريال مدريد وكيف يتعامل معها الأهلي. أهل التاريخ خلانا كلنا ندخل التاريخ. شكرا للأهلي، مبروك للأهلي.